السلام عليكم. كان أتم تحية المواطنين هذه المناسبة ديال مباراة المغرب والبرتغال، وإن شاء الله نكون على الخير إن شاء الله. والمغرب بسبب المغرب استقل إنريكي، بسبب المغرب استقل ديال بلجيكا والعقوبة لخي سانتوس، بسبب المغرب حمل لعب اعتزل وقلنا على كريستيانو توا غنصيفطو بحالاتهم، وداك سانتوس حيانا الله تشفنا البرازيل، حيانا الله تشفنا البرازيل خرجت قبل المغرب بحق ربي. غادي ندير واحد اليوم ان شاء الله غنطيحو في الفينال. الحمد لله كنتوفر على منتخب وطني اللي يقدر يمشي حتى للنهايه بفضل المجهودات اللي كيقوم بها الاطار الوطني، وكنأكد على هذه الكلمه الاطار الوطني، في وجود اطار وطني تفتحت هذه القناه ديال اللغه، لان المحبه ما كتباعش بين اللاعبين والمدرب. كيف ما كانت النتيجه وكيف ما كنشوف انا المقابله كرياضي وكهاوي، اش غادي نقول لك، المقابله ان شاء الله غادي تدوز في بروح رياضيه عاليه من طرف الفريقين، سيرتو العناصر المغربيه غادي يبينوا مره اخرى الحضور ديالهم، وغيبغيو يدوزوا لما لا الدور النصف النهائي وغتكون سابقه هذه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم ادريس الغيواني رئيس مجموعه حزب الغيوان. اليوم كنتسناو ان شاء الله الانتصار من فريق الوطن المغربي، وهذا الشيء كيشجعنا، والمغرب الحمد لله من القوه من طنجه للقويره، كل شيء خارج الحمد لله، وحنا كنتمناو التوفيق. حنا اليوم انا من المحمديه وجيت هنا للقنيطره عند الاخوان ديالي والعائله باش نشوف هذا النهار ديال اليوم كيداير في قنيطره، ونتمنى التوفيق للفريق الوطني المغربي والاهلي حشمنا، تبارك الله عليكم. الارتسامات ديالك بخصوص المقابله ديال الفريق الوطني اليوم ضد الفريق البرتغالي. كنشوف هذه المباراه تكون صعبه بزاف بحكم ان منتخب البرتغال منتخب ما ساهلش، وكنثق بمنتخب وطني يدير شي حاجه في هذه المقابله. صح الغيابات ما ياثرش بشكل كبير على المباراه، ولكن ثق في اللعابه اللي في احتياط واللي في اللعب الاساسي، الحمد لله نخرجوا بنتيجه ايجابيه ان شاء الله. كنتفرجوا في واحد الماتش ديال المنتخب مع البرتغال، تاكسيكمو غاديين مزيانين، معمرين اللور، مزيرين اللعب شي شويه، كنلعبوا على الكونتر اتاك، لحقاش هما كيلعبوا بروفون ديالنا، يعني كيلعبوا كرات طوال كيوصلوا للشبكه، ولكن الكونتر اتاك غاديين مزيان، جبنا البيت الاول ان شاء الله نزيدوا نجبدوا في الدوزيام. الشيء اللي كتشوف فيه النفس، الروح الرياضيه والنفس عاليه، لان احنا اكبر فريق ان شاء الله بحول الله، علاش ما نتمناوش شي حاجه تكون كبر من هذا الشيء هذا، حيت هذا الشيء اللي كانوا كبار وهما طيحناهم، وهذا الشيء هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وحنا مثلا نقدر نجيو قدام وماش ما نديوش كاس العالم، وحنا الحمد لله بفضل هذا الشيء هذا وبفضل هذه المجهودات اللي يديروا ديما المغرب ديما المغرب ديما المغرب فرقي في افريقيا ان شاء الله بحول الله. نتمناو المنتخب الوطني يكون بخير وعلى خير ان شاء الله، دوزيام ميطون ان شاء الله، وبالنسبه للبروبيم ميطا راه هي على احسن ما يراد. المهم تنتمناو لهم التوفيق، وتنتمناو لهم يكونوا عند حسن الظن ديال الشعب المغربي كامل والناس ديال حلالة قنيطرة. السلام عليكم. الوطن الاول دازت على خير وبخير، وجا من الهدف الاول ديال مسير، وان شاء الله الوطن الثاني تكون احسن منا بشي 4-0، واللاعب ديال المفضل هو بوفال، وديما المغرب ديما المغرب.
تبارك الله على الجوهرة. من حسن احنا فرحانين بزاف 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 بهذه المناسبه، وكنشكروا الفريق الوطني والشعب المغربي كافه، وكنقول لكم مبروك 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 عليكم كاملين، ومبروك علينا، وان شاء الله غنديو كاس العالم، غنديو غنديو غنديو. مبروك علينا، مبروك على جميع المغاربه ومع الدول العربيه، هذا الفوز هذا يستحقوه، ومازال ان شاء الله غادي نوصلوا حتى النهايه ان شاء الله بحول الله، ونوصل نقدموا جميع العرب وجميع الدول جميع المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، وان شاء الله النصر، وان شاء الله بحول الله غادي نفوزوا وغادي نوصلوا النهائي ان شاء الله بحول الله، وتوصلوا هذه الرساله هذه جميع المغاربه وجميع الدول العربيه. السلام عليكم ايتما ديال السماء، راه نتمنى المنتخب المغربي يسكن ان شاء الله يفوز النهائي حتى ان شاء الله، والا ما لا غادي يديو كاس العالم ان شاء الله، وديما مغرب ديما مغرب، والكراكي وليداتو حتى فرقه ما غلباتو ان شاء الله. نتمنى مازال ان شاء الله الاضواء المقبله ان تقاتلوا الدراري كما غساد او الكاس العالم ان شاء الله، ان تنتهدوا الفوزات ديال جلاله الملك نصره الله، راس نتمنى الصحه والطول والعافيه وطول العمر ان شاء الله، وديما مغرب. نقول لك اخويا راه باقي مصدومين، وديما مغرب، ديما مغرب، ديما مغرب، ديما مغرب، ديما مغرب، ديما مغرب، إلا كسب إن شاء الله ندوا كأس العالم، توفيق ديال الله إن شاء الله، علاش لا ديما مغرب. فرحة عارمة الخوت، مبروك علينا إن شاء الله الرحمن الرحيم، الفوز دومي فينال أخويا حمزة، وديما مغرب، وديال الملايين، وديما مغرب، ديما مغرب. يلا واحد جوج الصلاة سلام على رسول الله، إلى جا إلى جا سيدنا محمد، الله معاك، ديما مغرب.